السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم معايا في حلقة جديدة. متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد أنا بنزله. تعالوا نشوف النهاردة أنا جايبة ايه بقى، مشتريات لماما عشان العيد. معايا طبعا معايا طقم كوبايات، هما التلاتة مع بعض دول. أنا جبت لها اللي هما التلاتة مع بعض، وجبت لها برضو جدول تاني، تلاتة برضو مع بعض. جايبه لها ايه، بدل ما اجيب الست شكل واحد، لا جبت تلاتة من شكل وتلاتة برضو من شكل. تمام، ومعايا برضو جدول برضو تلاتة من شكل. انا جايبه الستة دول شكل بعض، لكن قلت له ايه، اديني بس تلاتة من دول شكل واحد. تمام، حط بقى الناس الحاجة اللي انتوا شفتوها دي. عايزة بقى اطلع لكم كوباية، شوفوها حلوة جدا. انا مفتاحة خلاص، بصوا بقى الكوباية خامتها حلوة، كخامة حلوة، بصوا حلوة جدا فعجبتني. يعني انا لسه بقى موريتهاش لمون وهو شافتهاش، مش عارفة لما تشوفها بقى تقولي. تمام، معايا برضو الحاجات دي، الكوبايات دي برضو دول ستة، انا جبتهم من العلبة اهي. بصوا ستة مع بعضهم كده، بصوا كوباية حلوة. تمام، نزلها بقى. بصراحه شفتهم هما خامتهم حلوه وهما بصراحه حلوين. بقى نشوف ايه اللي هنا بقى. هنا بقى في حاجه حلوه جدا، ودي انا حاسه ان دي اكتر حاجه هتعجب ماما. تفتح منين؟ بصوا بصوا بقى، جبت لها الطقم من دول، طقم بايركس، صواني بايركس، تدخل الفرن عادي. لأ بقى نعمل فيها صينية بطاطس، نعمل فيها فراخ مشوية. وهما التلاتة مع بعض، الصغير والوسط والكبير. تمام، خلاص كده بقى فردناكوا على ده، ننزله بس في الأرض كده. هحكي لكم بقى، نشوف بقى التاني. ايه تاني معايا بقى؟ طقم الأطباق ده فعلا ماما بتحتاجه، لاني بتحبهم الاطباق دي، بتحط فيهم الرز بلبن، تحط فيهم القمر الدين في رمضان، فهي بتحبهم جدا، كمان هي هتحتاجهم في العيد. تمام، جبتهم لها برضو. كل ده بقى يا جماعه، انا قلت ايه اما انزل كده يوم واحد اجيب كل الحاجات دي. انا بقى جبت لها طقم حلل، هوريكم بس ايه حله كده بس في الفيديو. دون زينوكي جميل جدا برضو، الحلة بتاعته جميلة. بصوا انا هوريكم بس الحلة الكبيرة، جهزت الكاس. بصوا بصوا، وعجبتني عشان ايه حلتها كبيرة، وفي منها الوسط وفي منها الصغير، هما اربع حلل بس انا ايه حبيت اوريكم ايه اتنين. بصوا الحلة شكلها شيك جدا، عجبتني يعني. لقيتها يعني ايه حلوه وعجبتني. تمام، ودي بقى جبتها لها ماما، بتحب يا جماعه العلب دي جدا، بتحط فيهم الدقيق، تحط فيهم السكر، تحط بقى فيهم اللي هي تحبه بقى. ماشي، بصوا شكلها حلوه، هي عجبتني فعلا انا كمان. الطاسه دي بقى يا جماعه، طاسه جميله جدا اللي بتاعت البطاطس، يعني حلوه جدا، جرانيت. الطاسة دي يا جماعة جرانيت. تمام، استنى ما انزلها. هلا بقى نشوف بقى الحاجات التانية. جبت لها القمع دوت، هما اتنين، هما مشوية، جبت لها صغير وجبت لها ايه كبير، عشان لما تحتاجي الصغير تحتاجي كبير. لا الحلة دي اللي قلتها. تمام، تعالوا بقى بصوا يا جماعه، انا قلت ايه اوريكم برضو الحجم الصغير من الحله دي كمان، من طقم الحلل اهو. جميل جميل جدا، حلو، وهو كخامه يعني حلو جدا. بصوا خامته حلوه جدا. ثانيه ما اطلع لكم هو بقى، وحلته تقيله. بصوا الغطا، بصوا الغطا بتاعه مش شايله حاجه هفه. لا بصوا انا شايله حاجه تقيله. بصوا بقى حلو، كل ده نزلنا النهارده اشتريناه. ماشي، بصوا زينوكي اهو،
صراحة أنا نزلت النهاردة فرحت بالحاجة دي. بصي سكينة، جبت لها برضو سكينة صغيرة لأن السكاكين اللي كانت عند ماما كلها بردت، فقلت ايه هجيب لها السكينة بقى ايه تكون حلوة كويسة يعني ايه كبيرة. جبت لها ايه خشبة ايه. تمام. وجبت لها بقى عشان العيد تغير بقى تحط دون على الزجاج بتاع البوتاجاز، فصراحة هو عجبني ودون بقى هتحطه على البوتاجاز. تمام اهو ورق ألمونيوم، فصراحة ماما بتحبه كده تحطه على البوتاجاز. ده بقى العلب دي بتاعت المكرونات والدقيق والكلام ده، ومعايا برضو دي جبت من دي اتنين. بصوا جبت من دي ابو اتنين لون واحد، ما بتحبهم صراحة عشان بتحب تحط فيهم مثلا الملح بتخزن فيهم يعني الخزين بتوع الخزين، الملح السكر كده اي حاجة بقى انتي تحبيها تحطيها فيها. تمام. دول بقى برضو جبت لها منهم علبتين. تمام. نظبط بقى المطبخ كده بقى على العيد. تمام. وجبنا بقى هنا تاني ايه بقى، دي قلب ثلاجة تحبي تحطي فيها فلفل، تحبي تحطي فيها مثلا جزر، جايبة بقى بتحطين كده منظمين كده بقى بتبقوا بيدوا شكل حلو. تمام. وجبت دول برضو تسالي ممكن تحطي فيهم الزلابية، ممكن تحطي فيهم الفشار، كده بقى اللي يعجبك. انا جبت منهم ثلاثة اهو، بصوا جبت منهم ثلاثة. وده بقى ماما بتحبه تفرشه على الكومودينو، وتحب بقى بتحب تفرشه بقى ايه انت بقى زي ما تحبي بقى، انت تفرشيه فين تفرشيه بقى. بصوا ده بقى بتشيلي اللزقه اللي ورا دي، بصوا بتشيلي اللزقه اللي ورا دي وتلزقي. تمام. انا مش عارفه لسه بقى رأي ماما هيبقى ايه في الحاجه بتاعتي. بصوا بقى يا جماعه انا هرصهم بقى على الترابيزه كده يدوا شكل حلو، لاني ماما اساسا بره، فانا قلت الوقت ده يعني ايه يعني يفيدني بقى ان انا ايه اوريه لكم بقى في الفيديوهات، عبال بقى ما احطهم كده وماما تيجي بقى وتشوفهم. تعالوا بقى مع بعضينا، يلا نروح نرصهم بقى كده على الترابيزه. يلا بصوا بقى يا جماعه هو برصها لها بقى برتبها لها عشان لما ماما بقى تيجي من بره احطهم بقى هي وقت ما تيجي بقى تشوفهم. تمام. احط لها بقى بيضتين كده من بنوكي عشان ايه تشوفهم بقى يا رب بقى يعجبوك. بعد بقى ما تعبت وقعدت احاول اني تظهر فالحمد لله يعني. دي بقى ايه احطهم في الكرتونيتر، بس بعدين بعد ما احط فين بقى الشنطة بتاعت الفني كده الحاجات اللي مني ولا بسم الله. بصوا بقى يا جماعة كده عرصت الحاجة لماما بقى لما تيجي جاهزة بقى ان ايه ماما تشوفها. حطيت لها الطاسة هنا وفتحتيها التلات تقمر بايركس والبتاع العلب بتاع الفشار والزلابية، وبقى رصيت لها الحاجة كده بنظام العلب دي والكوبايات والاطباق بقى تحتها كده من هنا. تمام. ودول بقى منظم التلاجة والحلتين الاربع حلل بقى الطقم يعني الحاجة هي بقى. يا رب تكون الفيديو بتاعنا عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة عشان نكبر قناتنا الجميلة دي. اهم حاجة بس ما تنسوش اللايك.